صبريار. ايوه اهلا وسهلا بكم في صبريار. انا مش قلت لكم راه الخير جاي؟ قلت لكم الخير جاي في تونس الجديده ولا ما قلتلكمش؟ يعني جبت لكم البشار. قالك يا سيدي وزيرة الطاقة والمناجم قالت لكم الوضع الراهن يفرض إجراء تعديل في أسعار المحروقات. فبحيث عندكم زيادة مرتقبة في سعر المحروقات يا جماعي مسمينها تعديل 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 في سعر المحروقات. ترشيد الدعم قال شي الراجل. ما قالك ماشي بسياسة أطعم الفمي تسح العين. ولذا حضروا رواحكم. جايتكم الزيادة الطفيفة في المحروقات. زيادة طفيفة طفيفة قالت لكم ريتمو 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 أخلاقكم يا شعب. ريت اغلاطكم كيفاش كي متربوش. ريت جراير تصوركم في البحورات وتصوركم في البيسينات وعلى الشيزلونغ وحفله راغب علامه والطاوله ب 10 ملايين ب 10 ملايين في حفله هيفا وهبي. وين الحكومه فاق فين مخبين زوز دور على جنب قلت لكم هاتوا. ريت الشعب اسمع الشعب يلزم عمره لا يبين العز للحكومه نتاعو كيفاش تفهموا كيما في المكتب. في المكتب قبل كي كنا صغار المعلمه تشوفكم شارين قلمات زينه مضخمين تقول لكم خذوا كل واحد يجيب 500 باش نزينوا القسم. الحكومه كاك الذوله هاي سيدي هكا اوني فقت بكم تو الحكومه من فين باش نوريكم. تعرفوا اللي يقول لك عزوزه وشدت سارق هذه حكومه وشدت شعب مكفن زوز دور. ولا لا ما تمرجكم تو قال لك رئيس الحكومه ولات حتى كي تبدا الدورة في زياره هكا لبرا كل شيء وتسمع تشقشيق نتاع صرف في جيب تاع مواطن تلفت للوزراء وتقول لهم زيدوا في التاي شقشيق اخرى زيد في الحليب من المواطن كي يجبد جيبوا شقشق رئيس الحكومه تلفت لوزيرة الطاقه وكل المواطن مشى يشري والله مفاتح قلم والله مفاتح اقسم بالله. بحيث أني بشرتكم عاد أنا بشرتكم عاد عيطوا بشارة عاد جيتكم زيادة في محروقات. هو ما وراه من أفريل ما زادوني شيء من أفريل قال لك فوتوا الاستفتاء وتوا عاد مشيت تفضاونا على قاعدة قال لك الوضع الراهن الوضع الراهن وحتم علينا نزيدوا وحتم علينا نزيدوا لأنه الحسبة ما طبقتش مع الظروف العالمية وظاهرة ظاهرة الحكاية ومنتظرة من غير رد غازة ولا البلورة كي بلا حساب تو سعر البرميل تو نتاع البترول فات ل 100 دولار وفي الميزانيه حاسبينه على 75 دولار البرميل هاك الفرق هذاك على ظهر المواطن ما ظهرش شكون مادام جماعه عاملين حسبه في الميزانيه على ارخص برميل في المجر وما يقول لك اللي يحسب وحده يفضل قيس صعيد عمل الميزانيه وحده يا اخي هاك فضلوا حتى اما ياسر غلات ياسر غلات البلاد بيناتنا لا ياسر غلات مش علينا في المحروقات كل شيء غلا شبيك والله شيء كبير مش عارف كيفاش عايشين برجولي كل شيء زاد السكر زاد الماء زاد الضوء زاد المحروقات زادوا الخضره زادت الغله ما تخلطش عليها جمله يعني احنا قبل كنا ب 100 فرانك قلوب نسهروا عائله كامله اللي تسب تو تمشي الحماس ما تقدر على حد شيء لا فزق لا بندق لا لوز لا قلوب اخر مره انا المراه قالت لي جيب لنا شويه فواكه جافه نسهروا بها مشيت شريت لها بدينار زيوان عدينا ساريه كامله نزقسكوا كل برلون غادي الواحد ما دخلت على حد شيء في البلاد برجولي مشيت للززار قلت له اعطيني بربي ب 5000 الحم قال لي الكلبه لا قلت له البهيم اللي قدامك والله ما دخلت على حد شيء توا حتى اللي باش يعرس ربي معاه برجولي كل شيء زاد ابدا من سوم العدو حتى لسوم النفقه قبل تلقى الراجل 26 28 سنه يعرس توا في ال 40 مازال يهز في الموسم مقيس سعيد قالوا له كثر العزوف على الزواج قال لهم طلعوا سن المراهقه 45 سنه وي في الحلول الراجل اما تونسي تعب برجوليه تونسي تعب صاحبي اطار سامي نلقاه يبكي في القهوه اللي تحت الاداره قلت له شبيك؟ قال لي راني حرت وتهريت خوك نخلص الضوء يجيني الماء نخلص الماء تجيني الانترنت نخلص الانترنت يتقطع الصبات نصلح الصبات يمرض ولدي نداوي ولدي تمرض مرتي نداوي مرتي نمرض ذان نجي هكا نبره انا نجي يجيني الضوء نخلص الضوء تتقطع الفرده الاخرى تاع الصبات والله يعاني التونسي والله التونسي ربي معاه اخويا كارو كل تونسي ياخذ منحه انه تونسي حاصل الرزق بيد ربي والله الرزق بيد ربي والحكومه من اجيابنا تعبي لما فلوسكم يا خويا من المتهربين تو تعبيوا الميزانيه لما فلوسكم من الفاسدين تو تتحللكم الف ثنيه لما فلوسكم من المستكرشين ومكتوب الشعب مش تكيا وان شاء الله عاد ما نوصلوش يا ربي ان شاء الله نهار نستشهدوا ابو ذر الغفاري كي قال عجبت ممن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه ربي يستر ورشم له شكبه